ليتك تذكره والدنيا بين يديك، ليتك تذكره وأنت معافى. والله أيها الإخوة، صديق صديقي درس بفرنسا اختصاص نادر وتعين ببلدنا بمرتبة عالية جداً دون الوزير بقليل، وبيت بأرقى أحياء دمشق ومركبة وشباب، هو شاب وسيم أموره كلها كما يتمنى. فقد بصره، يعني راعوا شهر يرسلون له البريد إلى البيت، وموظف كبير يقرأ له المعاملة يقول له موافق ما لي موافق، بعدين سرح. زاره مرة صديقي قال له والله أتمنى أن أتسول في الطريق وليس في ملكي إلا هذا المعطف، وأن يرد الله لي بصري. بيكون في أسباب بين إيديك، تفقد وحدة تتذكر الله عز وجل. ليتك تذكره والدنيا بين يديك، ليتك تذكره وأنت معافى. أنت شاب وقوي، المشكلة نحن جميعاً من دون استثناء عند الشدة نذكره. من أغرب ما سمعت، في بلاد عاشت 70 سنة ترفع شعار لا إله فقط، نحن لا إله إلا الله، هم لا إله، ملحدون. في عدد من الخبراء من هذا البلد ملحدون أيضاً، كانوا على متن طائرة، دخلت هذه الطائرة في سحابة مكهربة فاضطربت اضطراباً شديداً، كانت على وشك السقوط. يقسم لي أحد الركاب، كان في طريقه من دمشق إلى موسكو، يقسم لي بالله أن هؤلاء الخبراء الملحدين رفعوا أيديهم إلى السماء ودعوا ربهم. راكب طيارة مرتاح، اضطربت، يا رب ما في غيرك. فما في مانع الإنسان عند الشدة يقول يا رب، لكن البطل يقول يا رب وهو قوي، وهو صحيح، وهو غني، وهو في ريعان الشباب، ما في عنده ولا مشكلة. كل واحد عند الشدة ما له إلا الله عز وجل، لكن البطولة أن تعرفه في الرخاء. ورد في بعض الآثار ابن آدم اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة.